عايزة حضرتك توجه رسالة للاعيبة الأهلي قبل مباراة الترجي. والله مباراة الترجي طبعا بالنسبة للأهلي هو عنده خبرة باللعب كويس في تونس مع لعيبة تونس وشمال أفريقيا عموما. هو الترجي أتوقع إن هو هيبقى يعني إن شاء الله الأهلي هيتجاوزه بسهولة، لأن الترجي لو كان واثق في إمكانياته كان ممكن يسيب الزمالك يعدي، لكن هو عشان عارف نفسه مش هيقدر يقابل الفرق المصرية. فأنا بنصح الأهلي إنه يلعب هناك في تونس كأنه بيلعب في مصر، لأن الترجي يخشى الأهلي. إن شاء الله بإذن الله الفرقة إن شاء الله تعمل أداء كويس ونتيجة كويسة بإذن الله. وبنقول لهم يعني إن شاء الله يعني أهم حاجة يوم الماتش يبقى كل لعيب يبقى في قمة تركيزه، لأن حالة اللعيب يوم الماتش هي اللي إن شاء الله بإذن الله تثبت الفريق وبإذن الله نحقق نتيجة إيجابية بإذن الله. أنا زملكاوي طبعا بتمنى لهم كل توفيق وربنا يكرمهم، والأهلي متعود على الماتشات الكبيرة فحاجة مش جديدة عليهم، ربنا يكرمهم يعني في الماتش ويحققوا العشرة ان شاء الله. والله انا كراجل زملكاوي بوجه لهم رسالة ان شاء الله يعني ربنا يوفقهم ويكون الحظ حليفهم في المباراة ديت، واتمنى ان قفشة يرجع. لو محمد مجدي قفشة رجع اكيد مستوى الاهلي هيتحسن. اللي هيتألق ممكن محمد شريف تمام، ولو قفشة نزل الشوط الثاني برضو بيفرق جدا مع الفرقة. ممكن صلاح محسن لو نزل في اخر ربع ساعه بيفرق برضو. في باك رايت محمد هاني برضو كويس، بس تمام الفرقه كلها كويسه بصراحه. شايف فرقه الاهلي كلها تمام. لو لعب علي معلول هو اخطر حد في الاهلي، هو قفشه مصاب بس تقريبا بقى معافى بشكل كامل. هم اخطر اتنين في الاهلي، علي معلول وقفشه. انا اتوقع ان طاهر محمد في المباراه هيتألق، ان هو لعيب بياخد بيحب المساحات، ولاعيبه الترجي في المباراه دي هتبقى مندفعه، فممكن التوفيق يحالف. بسم الله ما شاء الله يعني لعيبه الاهلي كلها بسم الله ما شاء الله احسن اداء بقى لهم بسم الله ما شاء الله سنتين. عندنا محمد هاني مستواه ثابت، ومحمد مجدي قفشه ان شاء الله باذن الله، ومحمد الشناوي برده ان شاء الله. الفرقه كلها تبقى في احسن حالتها اليوم دوت، وان شاء الله نكسب او نتعادل ان شاء الله 1-1 0-0. والله انا شايف ان يعني طبعا الاهلي دائما وابدا اعتماده الاول والاخير على محمد الشناوي، ده بيبقى اساسي. والخصم خلي بالك برضه بيبقى حاطط في دماغه محمد الشناوي كحارس مرمى متميز. وبالنسبه للاهلي طبعا عنده قفشه وعنده السوليه، ويعني شايف ان خط الهجوم بتاع الاهلي عنده امكانيه لانه ممكن يحسم كمان، مش بخط الهجوم بتاعه، ممكن الاهلي يحسم بخط الوسط بتاعه يعني. فإن شاء الله ربنا يوفقه ويوصل إن شاء الله للنهائي بإذن الله.